لآلئ المرجان هو نسائم الإيمان، يسمو نداها ويقطر شذاها مع كل آية من القرآن. يا أهل الله وخاصته ويا ضيوف رحمته، أهلا وسهلا بكم على بساط النور والجمان في رحلة إلى الجنان مع منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كلام الرحمن الأبلغ في كل زمان ومكان. وإن
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاول
لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا What
صدق الله.